متى كان التعبد بالرقص؟ متى كان التعبد بهز الأكمام؟ متى كان التعبد بالشطح؟ متى مرمته التعبد بهذه الطريقة الخبيثة عياذا بالله تبارك وتعالى؟ لذلك لما ذكر هؤلاء للإمام مالك رحمه الله مذهب المغاربة وأسفاه، لما ذكر له ذلك قال: أمجانين هم؟ إن ذي بهري مزدوين هذا الشطح، مزدوين هذا الهز بالرؤوس، مزدوين هذه البدع، مزدوين هذه الشركيات. احتفلوا بمولده بالطبل والمزمار، احتفلوا بمولده صلى الله عليه وسلم بالرقص والشطح، احتفلوا بمولد النبي صلى الله عليه وسلم بالخرافات والشركيات، احتفلوا بمولد النبي صلى الله عليه وسلم بالأكل والشرب والرايات إلى غير ذلك من الحب الزائف الكاذب. نعم أحبتي في الله، فلا يمت هذا الحب إلى جناب النبي صلى الله عليه وسلم بصلة البتة أبدا، وحاشا أذير ونتا ذي الحب من النبي صلى الله عليه وسلم. ولو بحت أصوات العلماء في القديم والحديث ببدعة هذا المولد النبوي عليه الصلاة والسلام نبينا صلى الله عليه وسلم، المحبة ليست شعارات، المحبة ليست كلمات، المحبة ليست خزعبلات وبدع ومحدثات، المحبة الحقيقية لنبينا صلى الله عليه وسلم انقياد واتباع وخضوع لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وجبوا سخارق، وجبوا ضياف قبو ذي 70 كولوريث خاصة تحبخ النبي صلى الله عليه وسلم.